شو قاعد منه؟ لازم اروح واروح اجمع اروح اي اجمع اروح ولينا كاك بدا اروح تروح لهذا الثروة تاعك بتاع العام كامل تتقابلوا بهذه الثروة هاي هذا هو بزنس هاي سلعة تعذروا فيها يا جماعة خافوا ربي يقول لهم كيف يطيحوا بينا ذاك البزنوات متفاهمين علينا ولا وش هي سلعتنا هذه الفلعة سلكوا الناس ليش يبدوا المشمشات سلكوا نقال خدم ها هو واحد طالع من شجرة مكسور ها هو برا جبرنا هذا الراجل اروح حتى القلب القلب هذاك اللي قاعد يعد وكيلات ارواح يا الميت ارواح ارواح انت عنوان البطوله ارواح اي طاح من شجره ها هو مقروض سلكونا دونا هذا الراجل هذه الفايده اللي دندو هذاك احنا من البلاد وش عام كامل وانا قبل شجرات القمار الخدام السقي الدوال ومن بعد اللوح في صلاحها ما ادري سلعه هذا اللي نسلنا فيه انا هذا منتوج تاعنا ما عندناش حاجه اخرى ناكل نلقاو اللي سلك لها تريشي سوى ناكل اللي مثلا صناقات جهه 5 ملايين 6 ملايين 3 مساح وما يسنهاكش ما يسنهاكش تعلم يلحق لي كوبي لا تريسيتي ما يسنهاكش هذه راه ثروه تاعنا هذه كاينه هذاك الفلاح نقابلوا فيه سمحتونا نسمعوا في البلاد الماء ما كانش وتريسيتي ناضي لينا الكونتورات يلا روح 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 طاح من سجره ما ظلوش 5 ايام دقدقها ورا مش شو شيل فوق هذا احنا هذه الفايده اللي عندها من الدولات مش باش انا نطلبوا من السلطات المعنيه تدخل في هذا الامر فهمتني الوزير راه في شاول حال المفتاح كان يبيع في يشري في المشماش يشري 5000 فهمتني وجماعه اثناء لحقوا المشماش 4800 ومن بعد قال لك نهبطوا المشماش شقول داروا علينا مضاربه فهمتني ومن بعد قال لك اخويا ما نفرقوش الضرب لا نطلبوا من السلطات تدخل في هذا الامر هذه تعتبر مؤامره هذا اي مؤامره فهمتني وزير في هذا نطلبوا منه يدخل في الامر لوزين عليها مسكر درك راه هازين عليه قرض تاع قداش قداش من مليون مليون هذا نقطه تجميع برك داروا قداش مليار هازين عليه ومن بعد يسكروا بسم الله الرحمن الرحيم ناجم سعيد الزينه اللي مادي النيف على البلاد لوزين تاع عمر بن عمر نقطه تاع تجميع ماهوش نقطه تاع تعليم داروا لنا الفيلم الولايه نتاع الجلفة عطات استثمار 400 مليار من دراهمنا ومن مالنا ومن دمنا باه يخدموا لنا وحده نتاع تعليم داروا وحده تاع نقل برك فقط وفيهم مضاربه كبيره جماعه نتاع الفاكات هنا في مسعيد 10 ولا 15 صرا اشكال قبل الريح كان الناس مريقله ولا باس عليه كي جا الريح الناس سلعتها طاحت الثروه نتاعها اللي استنى فيها عام كامل طاحت داروا مضاربه جملوا في قهوه قال لك اودي هذا الناس راهي ما يعرفها والو تاع مشماش ونتاع معزه من تالي هذه يا بي حنايا نجملوا عليهم وندير لهم مضاربه ونتامروا عليهم وبالفعل هذا اللي كان وكاين ناس من الفلاحه ومن وليدات البلاد الله يهديها الخير واش داروا؟ تامروا على وليدات البلاد مع الجماعه البرانيه احنا ما نقولوش برانيه الناس تخدم على ارواح ربي يعاونها بصح لكل حدث حديث المشمش يجي ب 4800 خير ربي الله يبارك والمفروض يجيب 6000 ما يجيبش 4800 لانه الوزن يشد ب 8000 ونص راه عندنا معلومات ورانا في عصر السرعه رانا مانيش طايحين من الجبل عارفين واش راه كاين نطلبوا من السلطات المعنيه ورئيس الدايلي يجي يحضر اليوم يعطينا حل اجوا يهضر مع جماعه اللوفلات اجوا يجينا الوالي ويدير المركب مركب عباره عن بحيره برك يهز لعتنا حنايا ويديرها في شركات ويطلعها يا سوا يديروا نقطه نتاع تعليب فعلا قولا وفعلا سوا يسكروا ما نحتاجوش راه داير لنا ذبانه مع الناس والوزن زياده على ذلك باه يشد عليك كاين مضاربه وكاين احتكار وكاين وجوه السلام عليكم صح السلام كاين حاجه الرحمن الرحيم صلى الله السلام على رسول الله هذه الثروه اللي راه عندنا احنا هذا راه منتوج العام مسعد كامله راه تاكل من هذه الخيرات هذه شتا فلاح تاجر ساكن هنايا راه كاين اللي يجي يقول لك اودي جاي المشمش مسعد هذه رانا نستناو فيها من العام العام نستناو فيها من العام العام سما الى راحت هذه سما ما عندنا والو درك هذا الفلاح هذا يا راه يخدم لك مول الجروسيست يخدم لك مول السميد يخدم لك الفارماسي يخدم لك الناس كل علاه لانه كي تجي هذه القله هذه والصوارد هذه وين يروح؟ يروح يصرفها منا ومنا، تسمى الاخر يتعشى والاخر يتعشى والاخر يتعشى. تخرج حركه هذه تولي كاينه حنايا حركه. يسمى هذه ما عطينا لهاش الاعتبار وما عطينا لهاش الاهميه يسمى خلاص دانا الواد.
لازم ناخذها بعين الاعتبار، ولازم السلطات ولازم السلطات تاخذها بعين الاعتبار. الوزين هذا يعتبر مركز تاع تجميع، حنا نحوسوا على كما يقول لك عندنا وحده تاع تصنيع تاع عليب يا خويا. المنتوج منا يكتب منتوج من تاع مسعد، انا نحوسوا يروح منا يقراوها يلقاوها مسعد، ما يلقاوهاش جاي من كاب بن عمر والله مانيش عارف وزين واحد اخر والله. انا نحوسوا يخرج منا معلم يروح يسوق. هذا من حقنا، هذا راه حقنا، حقنا احنا ما طلبنا حتى حاجه، حقنا مشروع يعلبوا مشروع حق مشروع، ما طلبناش حتى حاجه. زيد الزياده هذا الخير، هذا يشري عليك بسومه تاع بخس وعماره الملح تسوى ب 4000، هذاك تاع الكاشي هذا فهمتني، هذه راه حاله دمار يدمروا في الفلاحين. والفلاح راح ضحية مؤامرة، الفلاح راح ضحية مؤامرة يا خويا، قال لك الفلاح المسعدي، الفلاح المسعدي راح ضحية مؤامرة. الناس هذه واش دارت؟ تفاهموا فيما بعضهم يا خويا، قال لك انا ما نزيد يا ابوي، حبس عليه با ما تمدلوش لومباراج يطيح السوم. عليه هذا الشيء قالوها، عليه هذا الشيء هذا راه منكر، هذا محصور فيه منكر، هذه راه ضد واحد من صحاب الباكات قال لي يا ودي من عمر بن عمر ماشي من واحد اخر، هذه قالها لي واحد من صحاب اللي هم يشرو، قال لي يا ودي عمر ماشي منا احنا، عمر بن عمر هو اللي بعث الوزنوات حبس نبهدلو مؤامره على الفلاح. احنا ذاك الفلاح راح ضحيه طحن قاعد خلاص رحى، ذاك الفلاح وين يصد بالمشمشات يبيع ب 2000 ولا ب 1000 وين يعطيهم للخدام، خدام من حنا فيه ب 100 دور الكيلو، خدام هذا لقط لي قال كيما هذا في 20 كيلو ويدي في 10000 فرنك. انا والله ما سلك لي الخدام هذا، تريشينا باه نسلكها، الغبار باه نسلكو، الدواء باه نسلكو، وين منين ناخذ انا هذا؟ هاي الثروه نورمال كيما قال خويا هذا، ها فلاح معايا هذا، درونا هنا وزين هنا، ما درناش انا وحده تاع تجميع، وحده تاع تجميع. رانا طحنا في البلاد. حنا دوكا رانا ناجدوا في السلطات وناجدوا في الناس اللي عندها غيره على البلاد، الناس اللي تضرب الطابله، اللي تجيب لنا حقنا الفوق، حنا هذه رانا ناجدوا فيها، يا خويا روح شوفونا، شوفوا حالتنا زين. شوفوا حالتنا، حنا روحوا حسوا بنا وشوفوا حالتنا. هذا المنتوج راه راح يضيع، ماناش نحوسوا يضيع. هذا ثروة تاع البلاد. هذه تفتح تحقيق في الوزين هذا، في الوزين هذه تفتح تحقيق، راه مركز تجميع، مركز تجميع، راه مركز تجميع هذا. كيفاه وليد البلاد الفلاح يضيع؟ إذا راه مؤامرة ضد الفلاح المسعدي. الولايات الأخرى راه عايشين، يخدموا هنا عندنا. بالنسبة للوزين تاع عمر بن عمر. منتوج وطني. في الوثائق هو وزين. نقطة تاع تعليم مش تاع تجميع، ظهر باللي دال بيجي من تالي فلاح فاق باللي هو راه نقطة تاع تجميع فقط مش تعليم. زيادة على ذلك البيجي داه من ولاية جلفة ومن مسعد تحديدا، لكن لا حياة لمن تنادي، شعب راقد، المسؤولين راقدين، يا ناس مسعد الزينة، مسعد راه ما فيها ما يعجب، الوزين ما كانش، الطرقات ما كانش، تنمية صفر، زيادة على ذلك الثروة نتاعك اللي استنى فيها عام كامل همشت أو ضيعت بطريقة أو أخرى. نطلب منكم الرجاء أنكم تكونوا يد واحدة باه نحوا هذا الإشكال اللي صرى للفلاح، مصر الفلاح صرى لوليدات مسعد عامة، لأنه وقت المشماش وقت الغلة تحت الديناميكية البلاد الناس قاعدة تاكل، ربي يعاونها، معناتها راه يهمكم الأمر أكثر من الفلاح. وشكرا والسلام عليكم. يا سلام يا دراري صغار كيما هذا ياكلوا في الكسر. يا عزيز رواح. وبعدين امر عليك. نزيد نقطة واحدة أخرى نوضحها، إذا كان القضية ما جابتش نتيجة إيجابية وفورية، رانا رايحين نصعدوا الأمر ونغلقوا الطريق الرئيسية الرابطة بين مسعد و حد ماشي تقص الجر، نقطعوا الطريق الرئيسية بين مسعد وبين الجلفة. السلام عليكم. عندنا ثلاثة طرق هنا يدخلوا البلاد، رانا نسكروهم كاملين، ما نخلوا ولا اللي يخرج لا اللي يدخل. نسكروهم. الشيخ بلال. هاي هنا واحد مجمع فوكه طلعت منشور طلعته في 25 ماي باللي نشري. نفس الاشكال في المشماش 3000 ونص، هذا المنشور. أوكي. باللي نشري في المشماش 3000 ونص. علقت لي مسؤولة من تاع عمر بن عمر، ها هو التعليق تاعها. هي اللي حاكمة عمر بن عمر. قالت لي تشري في المشماش 3000 ونص ترحي فيه في الوزين تاعك، هذول هما اللي كسرونا سومه، مش عاجبتهم 3000 ونص، هذه راها في الشاو، من بعدها لحقت سومه حتى ل 5000. هاو تعليق مازال عندي تاع عمر بن عمر، هو اللي راه يدير في المضاربه. ولدي هالمشاكل اللي عندي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا خويا ربي يحفظكم ان شاء الله. الله يجزيكم خير وشكرا. اذا هذه هذا هو المنتوج، هذا هو المنتوج المشماش المسعدي.
المشمش من اجود انواع المشمش هو المشمش المسلح. هناك مناطق اخرى لها مشمش بصح يزيدوا له دائما في المصانع يزيدوا له السكر، اما مشمش مسعد ما يزيدوا له حتى طبيعي. واجود انواع المشمش هو مشمش، ها هو المشمش. مضاربه التجار، الفلاح يعاني عام كامل ويعاني الفلاح، و يجي الناس المشتري ياخذوا في صوالح منه. ها خلوه في زده. ها ها المشبال درك خلوه في وش وش يدير. سي بلال كل شكر وزاد في كلمه برك. بالنسبه للفلاحين حنا يا جماعه الديبوات رانا خدامه، راه حنا تاع 40 دور وسميتونا تاع 40 دور، رانا خدامه حنايا. انا راني كي قال لي دير 3000 قلت له اخويا ما نمدش، انت يا قدوه ترفض لومبالاج تاعك وتدي لك تبارك ربي، وانا نقعد مع ابني عمي هنايا عام ما نقدرش انا نبيع راني فلاح قدام العتاجر، راني فلاح انا. الا درتونا سومه مليحه حنا نحوسوا على 4000 ونص، 4000 ونص راه البصله المنتنا ب 4000 ونص. اذا كانت ب 3000 انا واحد من الناس ما نختمش معاه، لومبالاج تاعو راه عندي وما نمدش، راه قال لي حتى 45 وما مديتش. تبدا سوما هنايا واللي تفاهمت عليا الفلاحه راني معاه ومستعد بها 40 طور تاعي نزيدها. السلام عليكم. بارك الله شكرا. هاو التعليق تاع هذيك